جديدة من حلقات الصحة المستدامة، على أمل أن تكونوا بخير بصحة جيدة بالاستماع إلينا في هذا اليوم. بداية أسبوع طيبة للجميع، لكل من عاد إلى العمل اليوم، لكل من بدأ البارحة، نتمنى له أيضا أسبوعا مثمرا على كل الأصعدة. أرحب بضيف جديد في برنامج الصحة المستدامة، هو الدكتور عبد الحميد سنان، الاختصاصي في الجراحة العامة، جراحة المناظير وجراحة الكبد وزراعة الأعضاء. سعداء جدا أن تكون معنا دكتور عبد الحميد سنان. أذكر بأنك أيضا أنت المدير العام لمستشفى الشرق في الفجيرة، أنت معنا على الخط من الإمارات. معك سنفتح هذا الملف، متى نلجأ إلى جراحة الكبد وإلى زراعته؟ طبعا موضوع متشعب، هناك أسئلة كثيرة سنطرحها عليك خلال حلقة اليوم لكي نفهم أكثر متى نلجأ إلى جراحة الكبد. أهلا وسهلا فيك دكتور سنان. مساء الخير، أهلا وسهلا، شرفني أكون معكم اليوم حيا. نحن أيضا دكتور سنان. إذن طبعا في البداية نريد أن نفهم متى نلجأ إلى جراحة الكبد، هل كل كبد مريض يتطلب جراحة، وهل الجراحات مختلفة؟ هل هناك ربما عملية استئصال لقسم صغير، لجزء صغير، ومن ثم نصل شيئا فشيئا إلى الزراعة والاستبدال الكبد؟ حقيقة السؤال اللي طرحتيه سؤال هام جدا، لأنه فعلا هذا السؤال لا يطرح فقط من العامة، من المرضى، حتى يطرح من بعض الأطباء، إنه متى نلجأ لزراعة الكبد؟ هل أي مريض عنده أمراض كبد ممكن إحنا نقول له أنت بحاجة لزراعة كبد؟ طبعا الجواب بكل بساطة لا. إمتى بنعمل زرع الكبد؟ زرع الكبد هو حقيقة بيكون عند إفلاس الكبد، بنسميه إحنا decompensation، إفلاس كبدي. فالإفلاس الكبدي شو سببه؟ أي مرض بيصيب الكبد شو ما كان يكون نوع المرض، إحنا بنعرف إنه في أمراض عدة بتصيب الكبد، إن كانت التهابات كبد مثلا، التهاب كبد B، التهاب كبد C، ممكن في عنا أمراض مثل اسمه بودكياري، ممكن يكون أمراض مناعة ذاتية، ممكن تكون سرطانات بالكبد، ممكن أي مرض بيصيب الكبد بيؤدي بالنهاية للتسمع. إذا أنا ما بيهمني الإتيولوجي، ما بيهمني السبب اللي أدى إلى تسمع الكبد، لما نوصل لمرحلة التسمع الكبدي، إفلاس الكبد decompensation، بغض النظر عن الآلية، هون إحنا بنقول بحاجة إلى زراعة كبد. يعني أنا إذا بدي أختصر بقول إذا كان عندنا تشمع كبدي هناك علاج واحد فقط بغض النظر عن السبب والآلية، هو زرع الكبد. نعم. شو سبب التشمع؟ في عدة أسباب. نعم. كيف تشخصون التشمع الكبدي؟ هل هناك فحوصات معينة لكي نعرف إنه الكبد وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التشمع؟ وهل تشمع يعني تليف؟ أحسنتي، تمام. هذا أول حاجة، لا، التشمع لا يعني التليف. التليف إذا بدك نبسطها هي المرحلة ما قبل التشمع. نعم. يعني بالإنجليزي بيقولوا فايبروسيس بعدين سيروسيس. الفايبروسيس هو التليف، هو المرحلة ما اللي بتسبق التشمع. نعم. الآن إمتى بيكون؟ نحن بدي لك أنا على نقطة مهمة جدا، إنه نحن الكبد ما بيشعر المريض وحتى الطبيب أحيانا بفقدان الوظيفة الكبدية، لنخسر أكثر من 70% من كبدنا. نعم. يعني ممكن المريض يكون تشمع 60% بالكبد وصار عنده إصابة وهو محافظ. فلذلك احنا لما نقول صار إفلاس كبدي، تشمع كبدي، هو حقيقة خسرنا أكثر من 70% من الخلايا الكبدية. الآن السؤال اللي طرحتي، إمتى كيف نقدر نعرف إنه هذا المريض وصل لتشمع كبد؟ في عندي عدة علامات. أول شيء كلينيكال، هي سريرية. نعم. كلينيكال بتلاقي شيء عنا أشياء حقيقة المريض بيلاحظها قبل الطبيب، يعني بتلاقي إصرار بلون العينه لأنه بيكون في عنا جوندس يرقان. في عندك لون البول بيكون غامق، في عنا بصير الكبد إذا صار عنا تشمع هي بيحدث سوائل، فبتلاقي صار عنا سوائل بالبطن، هي نسميها أستايتس، نسميها حبل، بصير عنا سوائل بالقدمين، بصير احتباس سوائل كام. في عنا شغلة تانية بتصير هي اسمها اعتلال دماغ كبدي. السبب نحن الكبد هو من مصفيات السموم، يعني أي سموم بالجسم بصفية الكبد. إذا كان عنا تشمع الكبد غير قادر إنه يصفي، فترتفع مادة اسمها الأمونيا. هاي الأمونيا بتأدي إنه الدماغ يصير عنده اعتلال. هذا كلينيكال. إذا في كلينيكال في عدة علامات طبعا. طبعا عدا عن شغلة مهمة جدا إنه ممكن يصير هي النزف الأبر جي آي دي، النزف الهضمي العلوي أو النزف الهضمي السفلي سبب الدوالي. طبعا في عنا فحوصات دمويه لازم نعملها نحن عاده لنقدر نشخص انه في عنا الكبد وصل لمرحله الافلاس الكبدي. نعم. طب كيف نحن نعرف؟ اذا عرفنا وظيفه الكبد نقدر نعمل 6 حالات بندور عليها. نعم. واحده من اهم وظائف الكبد هي حقيقه، وطبعا ما بقدر احصيها وظائف الكبد لانه هي متعدده وكثير متشعبه، بس على سبيل المثال والتبسيط عنا تخثر الدم. الجسم
إذا واحد نزف إذا قدر يوقف النزف عنده السبب هو الكبد، يكون الكبد متوازن، يعني تخثر الدم الكبد هو المسؤول عنه. فنحن بندور على وظائف في كل الجسم. في كل الجسم، في كل الجسم طبعا. نعم. طبعا لأنه عوامل التخثر بفرز الكبد أو مو بفرز حياة بينشأ الكبد فهي عوامل التخثر إذا كانت مضطربة فأنت بيكون المريض أميل إنه يصير عنده نزوف مستمرة. فمثلا إذا انجرح ما بوقف نزفه، فلذلك أنا قلت لك يصير عنده upper GI bleeding نزف خضني علوي. إذا إذا بندور أول شيء بالتحاليل الدموية على نزف، هل المريض عنده تطاول بزمن النزف، عنده شيء اسمه الـ PT والـ PTT والـ INR، هذول كلهم بيعطوني وظيفة الكبد تبع التخثر. نعم. واحدة ثانية من التحاليل اللي بندور عليها هي الألبومين. هو الألبومين شو هو؟ الزلال يعني. نعم. الألبومين هو عبارة عن بروتين، بس الإيجابية بالألبومين إنه ما بيفرزه إلا الكبد. فإذا نحن لقينا الألبومين نازل نحن بنعرف إنه الكبد ما عم يشتغل بطريقة جيدة، لأنه ما في مكان ثاني يشغل الألبومين غير الكبد. هاي النقطة. في كمان تحليل ثانية اسمها AST و ALT والألكالي فوسفاتاز، هدول كمان هدول بيدلوا على وظيفة الخلية الكبدية. نعم. في تحليل مهم كمان اسمه البيلوروبين، هي الصفرة. لا احنا ما بننسى انه الكبد بيفرز المادة الصفراوية، بتنزل عن طريق القناة الجامعة بتنزل على الأمعاء. إذا ارتفعت هاي البيلوروبين بتكون بنسب قليلة جدا بالكبد. نعم. بالدم أنا آسف. فإذا نحن هاي لقيناها مرتفعة بنعرف انه الكبد إذا في عنا اعتلال وفي خلل بوظيفته. هاي واحدة كمان إذا هذا بالنسبة للتحاليل الدموية. فنحن قلنا كلينيكال سريريا وقلنا بايوكيميكال اللي هي التحاليل الدموية، طبعا أنا حاولت بسطها. في عنا نقطة ثالثة هي الإيميجينج الصور. طبعا نعم. في عنا شغلة اسمها أولترا ساوند، دوبلر أولترا ساوند. نعم. مو يعني مو الإيكو العادي، إنما هو دوبلر. الفرق بين الإيكو العادي والدوبلر، الإيكو الدوبلر هو بيأرجيكي دخول الدم من إلى الكبد والخروج من الكبد، ما بس بيعطيني صورة ثابتة. يعني إذا بدي بسطها أكثر كأنه كاميرا فيديو وكاميرا عادية. نعم. فأنت فبالدوبلر أولتراساوند بنشوف الدم اللي عم يدخل على الكبد، نقطة واحد. بعدين بنشوف الدم اللي عم يطلع من الكبد، بنشوف إذا في ريزيستنت، هاي نسميها ريزيستنت إندكس، بنشوف إذا في مقاومة للدم عم يطلع، إذا في تحول من هالكبد اللي هو نسيجه مثل الإسفنج تحول لشمع فصار الدم عنده مقاومة ما عم يقدر يفوت. رقم اثنين بنشوف التكستشر تبع الكبد، النسيج تبع الكبد، المادة الكبدية، هل هناك فيها علامات تشمع أو لا. بنشوف إذا في سوائل بالبطن، طبعا احنا قلنا انه إذا كبد عتل بيصير في سوائل، فكلها تاني بنشوفها بالصور عدا عن صور تانية مثل الطبق المحوري والMRI. إذا في عدة وسائل بتقدر تعكس لي وظيفة الكبدية وتدلنا نعم إذا كان هنا على وجود التشمع أو تماما نعم أو التليف. دكتور سينان تبقى برفقتنا، سأشكرك طبعا على كل هذه المعلومات الهامة لأنه فهمنا كثيرا فعلا على الموضوع بشكل مثل ما ذكرت مبسط. الآن سنتكلم عن كسل آخر، الكسل العام يعجل بالشيخوخة. هذه هي دراسة اليوم، دراسة أمريكية. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر. كشفت دراسة أمريكية أن الكسل وعدم ممارسة النشاط البدني في منتصف العمر يرتبط بتقلص حجم الدماغ البشرية في الكبر ويعجل بشيخوخته. وأوضح الباحثون في كلية الطب في جامعة بوسطن الأمريكية أن نقص اللياقة البدنية في منتصف العمر يرتبط بصغر حجم الدماغ، ونشروا نتائج دراستهم هذه في دورية علم الأعصاب. وأضاف الباحثون أن المواظبة على النشاط البدني يمكن أن تقي الأشخاص أيضا من أمراض عدة على رأسها أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك فإن اللياقة البدنية تضبط مستويات الكوليسترول في الدم وتحسن نوعية النوم وتساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطانات. وأشار الباحثون إلى أن دراستهم وجدت فائدة جديدة لللياقة البدنية وهي الحفاظ على حجم المخ لدى كبار السن عند المستوى المطلوب. ونشير أيضا إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 17 عاما بممارسة الرياضة لمدة ساعة على الأقل يوميا، بالإضافة إلى تخصيص الجزء الأكبر من النشاط البدني اليومي للألعاب التي يتم ممارستها في الهواء الطلق. وأضافت المنظمة أن ممارسة النشاط البدني تساعد الشباب على نمو العظام والعضلات والمفاصل والقلب والرئتين بطريقة صحية، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي للجسم. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر. إذن دكتور عبد الحميد، أعرف أنه مش اختصاصك، ولكن بشكل عام هل الكسل العام يعجل أيضا بشيخوخة الكبد؟
بما أنه يعجل بشيخوخة الدماغ كما ذكرنا وله علاقة بصغر الدماغ، هذا شيء جديد. يعني كل ما نتحرك أقل رح يصغر دماغنا بس نكبر، شيء بيخوف. لازم نحرك كل بفهم بقول الحركة بركة يعني. صح. الحقيقة فعلا أنت ذكرتي نقطة مهمة، إنه يا ترى هل الحركة أو النشاط الفيزيولوجي الجسدي له علاقة بالكبد وظيفة الكبد؟ حقيقة صح، له علاقة كبيرة كثير. أنا لا أقول شغلة، نحن ما ننسى إنه الكبد هو ستوريج، هو مخزن، فهو من أهم المخزن، هو أكثر شيء بيخزن هو الجلوكوجين، مادة الجلوكوز سكر. نعم. أنت تأخذ سكريات زيادة ما لك بحاجة إلى جسمك، حياخذها الكبد بياخدها وبيحولها لمادة الجليكوجين وبيخزنها عنده. فأنت إذا بدك تتخيلي إنه أنت حركتك قليلة وما عندك حرق للدسوم والسكريات، طبعاً الكبد كل ما راح يخزن أكثر، وخاصة إذا كنت عم تتناولي كمية من السكريات فحيخزنها الكبد أكثر، وكل ما خزن الكبد أنت حملتيه فوق طاقته. يعني أي مخزن، حتى المخزن اللي له طاقة تحمل، فنحن لما نأخذ زيادة حملناه زيادة. فلذلك إذا أنت ما عم تحرك، ما مريض ما عم يتحرك، أو مو مريض، خلينا إنسان سليم طبيعي ما عم يتحرك، فهو ما عم يحرق سكريات، إذا هاي الجلوكوجين اللي مخزن بالكبد كل ما له عم يزيد وعم يزيد العبء على الكبد. نقطة ثانية بدي أقول لك عليها، وهي نقطة حي أنت ذكرتيها وكثير مهمة، ونحن كثير بالعالم العربي للأسف ما بننتبه لها، هو زيادة الوزن. عالم بتفكر إنه زيادة الوزن هي فقط يعني بتضر القلب، هي حقيقة في عنا شغلة اسمها فاتي ليفر، التشحم الكبدي إذا نترجمه إذا شئتي. نعم. التشحم الكبدي هو مو مرض، بس حقيقة ممكن يتحول لمرض. هي المشكلة. نعم. إنه قد الإنسان يشعر طبيعي، بس نحن منلاقي هو شو معناته تشحم كبدي؟ هو في خلايا شحمية بقلب الكبد هي طبيعية، بس إلى نسبة معينة. مثلاً فلنفرض إنه مثلاً بين كل خلايا كل خمس خلايا كبدية في خلية شحمية. نعم. لما يصيروا أكثر فنحن هم زادت نسبة التشحم بالكبد. لما تزيد نسبة التشحم بالكبد صار الكبد عرضة للإفلاس بشكل مفاجئ. بتصير مشكلة إنه مريض ما له شاعر، فجأة الكبد بيصير مثل ما هلأ حكينا إنه بخزن جلوكوجين بالإضافة للشحم الموجود، فبصير إفلاس. حتى في هلأ مرض اسمه ناش، اللي هو يعني هو مرض التشمع الكبد الغير كحولي. شو سببه؟ هو زيادة الوزن والتشحم الكبدي. نعم. وخاصة عن مرضى السكر. فحقيقة مثل ما تفضلتي أنت إنه قد يكون فعلا الحركة والحركة الجسدية والفيزيولوجية لها علاقة بصحة الكبد، طبعا لها علاقة خاصة عند المرضى السكريين أو اللي عندهم زيادة بالوزن نوعا ما. نعم. شكرا دكتور سنان على تعقيبك على دراسة اليوم التي لم تكن أيضا بعيدة كما فكرت عن موضوع اليوم، يعني جراحة الكبد. تكلمنا طبعا في البداية متى نلجأ إلى جراحة الكبد، ليس في كل الأحوال، فقط في حالة الإفلاس، إفلاس الكبد، هذا ما فهمته منك دكتور عبد الحميد. نحن نحكي عن جراحة الكبد على ما أعتقد. أنه نعم في حالة الإفلاس الكبدي. نعم. نلجأ إلى جراحة الكبد. إذن ما هي استطبابات؟ إذن ذكرت فشل الكبد الحاد، هناك أيضا فشل الكبد المزمن، هنا تلجؤون إلى زراعة الكبد، ولكن كيف تقيمون أنتم عملية الزرع؟ متى تقولون يجب أن تكون العملية مثلا بعد أسبوع؟ متى تكون بعد شهر أو سنة؟ متى يستطيع الشخص الانتظار والمريض؟ ومتى نجد الكبد الذي سنزرعه؟ الحقيقة الأسئلة سألتيها بقدر ما هي مهمة، بقدر ما هي صعب إنه الواحد يجاوب عليها، حتى يعني في مراكز ما قدرت تجاوب عليها. السبب لأنه نحن فعلا أنت صدقتي إنه إحنا بصير عنا إفلاس كبدي، يا ترى هل نحن بنحط المريض نسني على الويتنج ليست، نعمله ليست ولا مستنى؟ وهذا سؤال مهم جدا. هو لما يصير الإفلاس كبدي هل نحن ننتظر ليصير الإفلاس الكامل بنروح بنحط المريض على الويتنج ليست ونستنى ليزرع كبد وبجوز ما يلحق لأنه الويتنج ليست طويل، أو نحن بنعرف إنه هذا مريض باتجاه الإفلاس الكبدي فخلينا نعمله ليست، نحطه على الليست قبل ما يوصل لمرحلة الإفلاس النهائي؟ وهذا سؤال معقد حقيقة، ويدخل فيه الطب مع حتى الإثكس الأخلاقيات الطبية، إنه طب أنت إذا بدك تعمل ليست لمريض هو لسه ما له متشمع، والمريض اللي متشمع قبله ليش ياخذ دوره؟ فحقيقة السؤال شوي، ولكن أنا بدي أقول لك هلا الآن السؤال إذا نحوله طبيا، يعني ترى إمتى نحن بنقول هذا المريض بحاجة لزرع كبد؟ نحن اتفقنا إنه أنا ما بشعر بالقصور الكبدي بيخسر المريض ما يقطع 70% من وظيفة كبده. طيب الآن كيف نحن إجينا بنقول نحن عنا علامتين لازم يظهروا، علامتين سريريات، علامتين يعني نحن بنشوف بالدم بنلاقي إنه عنا ألبومين مائس، بنشوف بنلاقي علامات التخثر الكبد ما عم يعمل تخثر جيد، المريض قابل لأنه ينزف أكثر، بنشوف الألبومين نازل، بنشوف وظائف الكبد. بنفس الوقت نطلع بنعمل صور بنلاقي فيه تشمع بالكبد، كنا سابقا نضطر نعمل بايوبسي
خزعل نشوف انه في تشمل. هلا حاليا ما في داخل لانه تشمل الكبد بتشخص مثل ما حكينا سريريا وبالصور وبالتحليل، ما في داعي اخذ خزعه الا اذا كان شاكك بوجود سرطان. فنحن لما بالسريريا نشوف وبالتصوير بالإيمجينز بالصور وبعدين بالتحاليل الدمويه نشوف المريض وصل لمرحله التشمل، اذا هذا المريض بحاجه الى زرع كبد. الان في عندنا في شغله اسمها في نقطه مهمه بدي اقولها، اذا كان مريض متشمع كبده وعنده ورم سرطان هذا بياخذ البرايورتي، بياخذ اهميه اعلى. يعني احنا في عندنا ليست نحط المرضى على الويتنج ليست، بس لما يكون عندي انا سرطان مع التشمع هذا المريض لازم ياخذ البرايورتي. فممكن وهي في نقطه انا بدي ما بدي فوت فيها تفاصيل انا شوي معقده، ولكن انا حابب اقول انه مو اي سرطان بنزرع له الكبد، لانه اذا كان سرطان كبير في عندنا شغله اسمها ميلان كرايتيريا، اذا كان اكبر من 7 سم ما بصير نزرع له كبد. ما انا ما حفوت بها التفاصيل، ولكن حابب اقول انه اذا كان عندنا تشمع بلس مالجنسي خباثي يعني سرطان، فهذا المريض بياخذ برايورتي لانه نحن ما عندنا وقت كثير نضيعه للمريض. وبعدين عندنا المريض نحن بنحسب بقى لما نحطهم على الويتنج ليست بدنا نحسب يا ترى هالمريض مين السؤال اللي طرحتيه كثير مهم حقيقه، مين بيزرع اول على الويت، مين المريض اللي محتاج يزرع قبل. فلذلك في عندنا دراسة خاصة ضمن كرايتيريا معينة وضمن مثل حساب رياضي نقدر نحسب المرضى وبناء عليه من قيمهم ومنشوف اللي عنده أعلى هو الحقيقة اللي بياخد الزرع قبل. نعم. الآن بدي وكمان نقطة مهمة هون، لما نحن نقول طب الزرع بتعفي بزرع الكلية بنعمل شغلة اسمها HLA matching اللي هي تطابق النسيج. نعم. بالكبد ما عندنا تطابق نسيج، اللي بيهمني فقط زمية الدم، وهي نقطة مهمة جدا. يعني الكبد أقل عرضة للرفض المناعي. فأنا ما بيهمني الحياة التطابق النسيجي، ما بعمل HLA matching، بعمل فقط زمية الدم وبيهمني حجم الكبد. يعني مثلا إذا عندي متبرع وهو ضخم كثير أنا ما فيني أعطيه أخذ كبده وحطه لمريض صغير كثير. السبب الجراحيا بيكون تكنيكال بيكون صعب جدا مو مثل الكلية. فلذلك إذا أنا الكبد بيهمني شغلتين هي الحجم ورقم 2 فقط زمرة الدم، ما مندور على الإيماج. نعم. إذا هل عندما تجدون واهب للكبد هل هناك شروط معينة؟ أيضا ذكرت أنه ما في عمليات رفض بالنسبة للكبد وتطابق زمرة الدم إلى ما هنالك، ولكن هل هناك عمليات اختيار دقيقة للواهب؟ صحيح. طبعا نحن اذا بدنا نقول نحكي عن زرع الكبد نحكي عن نوعين. النوع الاول هو الكادافريك اللي هو الموت الدماغي. نعم. اللي نحن بيجي عنا واحد ميت دماغيا ولكن الهارت بيتنج القلب رجعته شغال، الاعضاء شغاله، فلذلك هدول اعضاءه ما زالت شغاله وان كان يعتبر خاصه من نورث امريكا واوروبا يعتبر ميت، لانه تعريف الموت عندهم اتس برين ديث ديكلاريشن. نعم. فلذلك هذا نوع من انواع زرع الكبد، انه احنا موت دماغي ناخذ الكبد كامل. النوع الثاني هو ليفينج ريليتد اللي هو متبرع حي ناخذ نص كبده. طب كيف احنا مثل ما قلنا انت بحاجه فقط ل 30% من حجم كبدك، فانا باخذ نص الكبد والكبد بيعمل ريجينريشن بيرجع لحجمه الطبيعي خلال 6 أسابيع. نعم. ويستطيع الشخص ان يستعيد حجم الكبد كما قبل استئصال جزء منه عند المتبرع والاخذ الاثنين سوا. نعم نعم. فنحن اذا انت سالتي انه هل هناك شروط، طبعا مثل ما حكينا هو مو انه ما بيصير رفض مناعي، لا بيصير بس هو اقل بكثير من الكليه، فلذلك ما مندور على اتش ال اي ماتشنج على التطابق النسيجي. ولكن الشروط اللي مندور عليها اول شيء المتبرع، انت بدك تكون اول شيء المريض يكون المتبرع ما عنده اصابات كبديه، ما له مريض كبدي مثلا، ما عنده اصابات كلويه او عنده خباثه باي مكان بجسمه، لانه انت ممكن تاخذي الكبد في انتقالات كبديه وما نعرف انتقالات ورم. فنعمل دراسه كبيره يجب ان يكون كبد سليم 100%. صحيح. ومو بس الكبد حتى باقي اعضاء الجسم. يعني مثلا اذا اجاني مريض وقالوا لي كبده ممتاز ولكن كان عنده سرطان كليه السنه الماضيه، لا اكيد ما بناخذ كبده. ديكلير ما ديكلاين ما بنقدر ناخذه لانه هذا مريض احنا بنشك انه يكون عنده انتقال من الكليه. عدا عن ذلك طبعا الاوعيه، حاله الاوعيه الدمويه نتاكد انه حاله الاوعيه الدمويه. ونقطه مهمه كمان بدي اقول لك عليها وهي حكيناها قبل شوي، انه نتاكد الكبد ما له فاتي ما له شحم. هي نقطه كانوا ما ينتبهوا لها سابقا، اكتشفوا بعدين انه لما عم نعمل زرع كبد عم يصير عندنا مشاكل، عم نكتشف انه هذا الكبد كان شحمي، كان فيه شحم كبير، خاصه لما قيمه وحطه بالثلج عم يصير عليه اصابه، بصير
فعم يصير إصابات كثيرة. فلذلك صرنا نقول اللي عنده فاتي كبد اللي عنده تشحم أكثر من 40% ما بناخده ونوقف الكبد. نعم. ففي طبعا في شروط مندور عليها للإمكان للمتبرع الحي أو الإمكان متبرع الحي. هل عمليات التبرع في العالم العربي سهلة؟ هل لائحات الانتظار طويلة؟ كم معدل الانتظار مثلا بالنسبة للشخص؟ وهل هناك عدد كبير من المرضى اليوم ينتظرون مثلا في مستشفى الشرق أو حيث تعمل دكتور سينان؟ الحقيقة للأسف آلية التبرع في البلدان العربية والإسلامية بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل عام المناطق يعني الشرق الأوسط هي ما زالت متأخرة نوعا ما. السبب هو أنا ما هو قد يكون ثقافي. نعم. يعني وفي عاطفي نوعا ما. فأنت من غير المقبول عند كثير من الناس أنه يكون في موافاة دماغية ويقول لك أنا مستعد أتبرع بأعضائه إذا عرفانه القلب عني. نعم. فهنا بيعتبروا الوفاة بيعرفوا الوفاة بتوقف القلب. فهنا ما بيقدروا يعتقدوا ولا بيقدروا يقبلوا يتبرعوا بأعضاء حدا من أفراد عائلتهم والقلب ساتوا عم يدق. فبيعتبروها أنه وكأنه نحن عم نقتله. فهي نقطة كثير خلت التأخر بموضوع التبرع بالبلدان العربية بشكل عام والبلدان الإسلامية. نعم. عدا عن أنه في بعض الحواجز الأخرى أنت بتعرفي أنه يعني ثقافيا ما كثير مقبولة فكرة التبرع بالبلاد. وأنا حابب هون أقول نقطة يعني مثلا اليابان ما بيعترفوا بالموت الدماغي على سبيل المثال. فلذلك هم متطورين جدا بتبرع الحي من أحياء. نعم. فبالبلاد العربية الحقيقة لحتى نغطي نقص التبرع من الموت الدماغي اللي نحن نعرف أنه كثير صعب تقدري تقنعي وإن كان ابتدأت يعني هالموضوع في حقيقة في تعاون الحكومات العربية حقيقة متعاونة جدا وحتى بيقول يعني كان رجال الدين الإسلامي أو المسيحي أو جميع حقيقة في البلدان العربية كثير متعاونين وشجعوا التشجيع بس ولكن ما زالت الثقافة لها دور تحكم في هذا الموضوع. نعم. طبعا احنا هذا الشيء بخلينا نتجه اتجاه اخر اللي هو التبرع الحي. نعم. اللي هو مثلا ام تتبرع بنص كبده لابنه او اب يتبرع لابنه او ابن يتبرع لابوه وهكذا. نعم. فهذا بس بضل انت عندك المتبرع الحي هي عمليه كبيره ومعقده وانت عم تاخذ. هذا كان السؤال دكتور سينان. يعني في شخص مريض فهو سيخضع لعمليه ستنقذه ولكن في شخص واهب هو بصحه جيده وهذه العمليه هل تؤثر على حياته فيما بعد؟ هل هي ثقيله؟ هل توابعها وزيولها ثقيله؟ كيف سيعيش؟ نعم. احسنت. هذا سؤال حقيقه مهم جدا فعلا. انت اصبتي يعني تماما نقطه مهمه انه نحن عم ناخذ انسان سليم ما عنده اي شيء عم نعرضه لعمليه بالمناسبه هي ما لها مثل عمليه التبرع بالكلي. عمليه التبرع بالكلي عمليه سهله جدا جدا ما في اي مشاكل على المتبرع. في كليه انت عم تقيمي عنده كليتين بتقيمي له الكليه اليمين بضل عنده اليسار او بتقيمي له اليسار بضل عنده اليمين بتشتغل 100% ولكن الكبد انت الكبد هو كبد من اكثر الاعضاء توعيه وتشريحه معقد جدا وبيتصل باعضاء رئيسيه مهمه جدا وجراحته معقده جدا جدا. فنحن لما نقول نعمل تبرع كبد فهي عمليه معقده جدا وفعلا مثل ما تفضلتي عم تعرضي انسان سليم ما فيه اي مشكله لجراحه من اكبر الجراحات ممكن يتعرض لها اي انسان. نعم. هي جراحة الكبد هي أكبر جراحة بالجراحة. من أين تدخلون دكتور؟ من أين تدخلون دكتور سينان؟ من أين تفتحون؟ هل نحن بنعمل جرح اسمه دبل كوشر اللي هو تحت الأضلاع حقيقة مثل تحت الأضلاع خط مائي على الطرفين. نعم. هذا الجرح القديم تبع المرارة سابقا الجراحة واسمه تحت الأضلاع اسمه كوشر. فنحن بنعمل دبل كوشر. وفي جرح ثاني طريقة ثانية اسمه يسموه مرسيدس هو بيشبه علامة المرسيدس انت بالعرض البطن ثم جرح طول. نعم. فهو هون بس انت عم تفوتي بعملية كبيرة لانسان مثل ما تفضلت ذكرتي انه هو انسان سليم ما فيه اي عنده اي شيء. نحن عم نعرضه لعمل جراحي كبير عم ناخذ نصف كبده. طبعا لما احنا نقرر ناخذ النصف الكبد انا بدي اتاكد انه كبده شغال 100% فهذا بده دراسة تفصيلية خاصة انه انسان سليم. فنحن بنعمل شغلة اسمها سيتي فوليومتري بشوف حجم الكبد وبشوف قديش الكبد مثلا الفص الايمن قديش حجمه والفص الايسر قديش حجمه وجسمه قديش هذا الرجل وقديش بيحتاج من كبده عشان اقدر اترك له الجزء اللي بيحتاجه واخذ منه الجزء اللي انا قادر ازرعه بمكان ثاني. فهي دراسه معقده نوعا ما. دورك مهم جدا طبعا. تقييمك مهم جدا. صحيح صحيح. والنقطه الثانيه اللي انت مثل ما تفضلتي انه خلى الويتنج ليست طويله جدا وخلى للاسف انه كثير من المرضى بالمناطق يحاولوا يبحثوا عن حلول اخرى مثلا يسافروا يحاولوا يلاقوا
أماكن ممكن يقدروا يلاقوا أعضاء بطريقة أو بأخرى في بلدان غربية. ما هي فرص الحياة بعد الزراعة؟ لأنه في طبعا شخص سليم وهب جزء من كبده، فيجب أن تكون فرص الحياة للآخر كبيرة، وإلا فكل يعني حياة كبيرة جدا، يعني نسبة نجاح عملية 70% تقريبا، ونحن عم نحكي عن 5% survival. 70%؟ يعني نسبة عالية جدا. نعم اذا هي نسبة عائد. طبعا انت بدك تعرفي شغله، انه المريض لما يوصل للديكومبنسيشن الافلاس الكبدي، انت بتعرفي انه هذا المريض ما عنده حل، هو بيتجه اتجاه واحد، بيتجه نحو مصير واحد، نحن الوفاة. بينما بالقصور القصور الكلوي في عندك حل، هو غسل الكلية. فانت المريض حتى لو ما احنا ما قدرنا نحطه على زرع كلية، فعنده حل ثاني، هو دياليسيس، رينال دياليسيس. اي نعم رينال دياليسيس غسيل الكلية هو متعب ومزعج، ولكن على الاقل هو حل مؤقت بيقدر المريض يعيش فيه طبيعي. اما بزرع، اما بالافلاس الكبدي نحن ما عندنا اي حل، ما عندنا شيء اسمه غسيل كبد. فالمريض اللي عنده قصور كبدي نحن بنعرف انه ما عنده حل، يعني الا انه يزرع كبد. اذا ما زرع كبد فنحن بنعرف مصيره. فلذلك هي عمليه انقاذيه ما له حل ثاني. اما مثلا ممكن كثير بعمليه زرع الكليه تكون العمليه هي كواليتي اوف لايف، انت عم تحسني حياته، تحوليه من انه يغسل على يروح على المستشفى يغسل الى انه مريض عنده كليه. ولكن بزرع الكبد هي اسينشال، اذا ما بتعملوا عمليه زرع الكبد حقيقه فما عنده حل ثاني. شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد سنان، لأول مرة نتطرق إلى جراحة الكبد وزراعته، وفعلا موضوع هام جدا، وأنت أعالجته أيضا بطريقة جميلة مبسطة مشوقة. شكرا دكتور عبد الحميد سنان. سنعود إليك مع أسئلة مستمعينا على الرقم التالي 00339-693-3314. أكرر 00339-693-3314. أذكر بأنه الدكتور عبد الحميد سنان هو المدير العام لمستشفى الشرق في الفجيرة، وهو اختصاصي في الجراحة العامة، جراحة المناظير، زراعة وجراحة الكبد وزراعة الأعضاء. إذا كانت لديكم أسئلة اتصلوا منذ الآن بكاتيا سعد في قسم التنسيق. شكرا كاتيا. وميكايل طبعا جوكلفيس سيهتم بتمرير اتصالاتكم على الهواء. شكرا ميكايل. عودة إليكم مع الدكتور عبد الحميد سنان بعد لحظات قليلة. Juste une poussière dans un système solaire, une chose.